إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة جديدة من حصص التدريس عن بعد في مادتكم الرياضيات. اليوم في هذه الحصة إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح مكتسبات الحصة السابقة المتعلقة بدرس الأعداد الكسرية الجذع multiplication des fractions. إذن كتأكيد فقد قلنا لحساب عددين كسريين أو جذع عددين كسريين نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام مباشرة. إذن هذا ما سوف نتأكد منه إن شاء الله في هذه الحصة وندعمه بمجموعة من التمارين. إذا لاحظوا معي السؤال الأول يقول باعتبار المربع ABCD وحدة لقياس المساحات احسب مساحة المستطيل AEFG. إذن سوف نقوم بداية بحساب مساحة المستطيل AEFG. إذن إذا لاحظتم نحسب المساحة كم عدد المربعات الملونة 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن نقول 8 من الكل كل المربع. إذن كم من 18؟ جيد. 1 2 3 4 5 6 6 في 3 تساوي 18. ب باعتبار طول القطعة AB وحدة لقياس الأطوال. طول القطعة AB وحدة لقياس الأطوال أحسب قياس طول AE. نحسب AE فقط إذا لدينا 1 2 3 4 من 6. جيد. أحسب قياس العرض AG. تلاحظ ما العرض AG لدينا 2 من 3. جيد. 2 من 3. جيم أكتب مساحة المستطيل AEFG على شكل جذع عددين كسريين. إذن مساحته طبعا هي 4 على 6 بمعنى الطول ثم 2 على 3 بمعنى العرض. إذن لحساب المساحة طبعا قد تعرفنا في قاعدة كتذكير بقاعدة حساب مساحة المستطيل قلنا surface de rectangle égal longueur fois largeur. إذن طول في العرض وهو ما سوف نطبقه في قاعدة جذع العددين الكسريين. إذن بمعنى نضرب البسط في البسط ثم المقام في المقام. 4 في 2 هي 8 ثم 6 في 3 تساوي 18 وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها في سؤال ألف. ننتقل إلى السؤال 2 يقول لاحظ وأتمم. إذا لدي مستطيل ومربع مباشرة نحسب مساحة المستطيل كما قلنا الطول في العرض. إذن 5 في 1 تساوي 5 ثم 3 في 2 تساوي 6. المربع الضلع في الضلع يعني بمعنى 1 في 2 تساوي 2 ثم 2 في 3 تساوي 6. هذا فيما يخص السؤال الأول والسؤال الثاني. ننتقل إلى التمارين التي قمت بإعطائها لكم في الحصة السابقة صفحة 113. إذن السؤال الأول يقول أحسب. إذا كما قلنا نحسب جذع عددين كسريين بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذن لدينا 6 على 7 ضرب 10 على 9. إذا مباشرة نضرب 6 في 10 60 4 7 في 9 تساوي 36. نفس الأمر نكرره في العملية التالية 11 في 3 تساوي 33 ثم 12 في 5 تساوي 60 3 في 13 تساوي 39 ثم 2 في 6 تساوي 12 12 في 11 تساوي 132 ثم 5 في 8 تساوي 40 111 في 3 طبعا 333 ثم 310 تساوي 3000.
إذن واحد في واحد تساوي واحد، ثم مئة في ألف نكتب المئة ونضيف لها عدد الأصفار، العدد الموالي، واحد اثنان ثلاثة أصفار، واحد اثنان ثلاثة، بمعنى مئة ألف. سهلة يعني مئة ألف. جيد. السؤال الثاني، أحسب. إذن هذا السؤال طبعا نفسه السؤال الأول، لكن إذا لاحظتم هناك عدد كسري وعدد صحيح طبيعي، وكما قلت في الحصة السابقة أن دائما العدد الصحيح الطبيعي مقامه يساوي واحد. إذا مباشرة خمسة نضربها في 13 تساوي 65 على واحد في ثمانية، 8. السؤال أو العدد الموالي، لاحظوا معي، واحد على ثلاثة في ثلاثة على واحد. جيد، دائما العدد الصحيح طبيعي مقامه واحد. إذن هنا نتذكر القاعدة التي تقول أنه في حالة وجود عددين لهما نفس الرقم، يعني بمعنى ثلاثة مع ثلاثة باختلاف البسط والمقام طبعا، نقوم مباشرة بالاختزال. إذن لاحظوا معي، مباشرة بالاختزال، إذن يبقى لدينا واحد أو ثلاثة على ثلاثة، وهي في الأساس تساوي واحد. تسعة في عشرة، هنا طبعا نضرب تسعة في عشرة 90 على 13 في واحد. جيد، تساوي 13. نفس الأمر، تسعة على واحد، إذا تسعة في واحد 9 على واحد في 27 تساوي 27. العدد الموالي نفسه العدد التي تعرفنا عليه، إذا مباشرة واحد 4 على واحد نختزل مباشرة يبقى لدينا واحد. واحد على عشرة في مئة تساوي مئة على عشرة، ممكن أن نختزل مباشرة تساوي عشرة. السؤال الموالي رقم ثلاثة، طبعا هو سؤال مختلف عن الأسئلة السابقة لكونه يحتوي على عدد كسري ثم عدد عشري. في هذه الحالة طبعا نقوم بتحويل العدد العشري إلى عدد كسري. إذن السؤال التمرين الأول، 0.5 ضرب 1 على 2، طبعا 0.5 مباشرة تساوي 1 على 2. جيد، إذا نضربها في 1 على 2 تساوي 1 على 4. 1 على 4. 7 أو 3 على 7 ضرب 1.5، 1.5 هي 5 على 15 على 10. إذن نقول 15 على 10، أو ممكن أن نقول 3 على 2. لماذا؟ لأننا سنقوم بالاختزال. لاحظوا معي طريقة اختزال العدد التالي، عندي 1.5، إذن هي 15 على 10. 15 ماذا تمثل؟ تمثل 5 في 3 على 5 في 2. إذا ما اختزلنا بخمسة نحصل في النهاية 3 على 2، إذن هذا الرقم يمثل 3 على 2، ونكتبه مباشرة أثناء الحساب. إذن هي 3 على 7 ضرب 3 على 2، إذن تساوي 9 على 14. العدد الموالي 4 أو 3.4 ضرب 2 على 5، طبعا هي 34 على 10 ضرب 2 على 5 تساوي 34 ضرب 2، 2 في 4 8، و 2 في 3 6 على 50، طبعا هي قابلة للاختزال. العدد التالي 10 على 9 ضرب 13.2 هي 10 على 9 ضرب 132 على 10، لأن 2 تمثل العشر أو الأعشار. إذا مباشرة تساوي 1320 على 90، ممكن أن نختزل بالصفر يبقى لدينا 132 على 9.
السؤال الرابع، أحسب لدينا ثلاثة أعداد كسرية تفصل بينهما عمليات الضرب. إذا مباشرة نطبق القاعدة التي تقول دائما نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذا في هذه الوضعية طبعا نضرب 5 في 3 تساوي 15، 15 في 2 تساوي 30، على 8 في 10 80، نضرب 80 في 7 تساوي 560. إذا 2 في 3 في 10 تساوي 60، على 11 في 10 في 3 330، 5 في 6 في 7 تساوي 210، على 4 في 5 في 6 تساوي 120. إذن هذا فيما يخص تمرين 1 و2 و3 و4. إذا تصححون التمرين التالي أو التمارين التالية ثم ننتقل لإنجاز المسألة. لاحظوا معي هناك مسألتان مهمتان، طريقة حساب جداء عددين كثيرين إذا تعلق الأمر بالمسألة. إذن السؤال السابع يقول: يبلغ عمره أو عمر محمد 1/3 عمر أبيه البالغ 30 سنة، فما هو عمر محمد؟ مباشرة نقوم بإجراء عمليات الضرب. جيد، إذن بالتالي 30 ضرب 1/3 لكي نحصل على عمر محمد، إذن تساوي 30/3. إذا ما قمنا بقسمة 30/3 تساوي طبعا 10 سنوات، لأنها 10 في 3 30 وواحد في 3 3 نختزل ب3. إذن عمر محمد هو 10 سنوات. جيد. السؤال الثامن يقول: اشترت فاطمة 77 قلما، 3/7 منها حمراء. احسب عدد الأقلام الحمراء وعدد الأقلام غير الحمراء. إذا نحسب بداية عدد الأقلام الحمراء، نوجز طبعا عمليات الضرب. إذا 77 نضربها في 3/7، إذا تساوي 77 في 3 تساوي 231، على 1 في 7 تساوي 7. إذا ما قمنا بقسمة 231/7 سنحصل على 33. لمعرفة عدد الأقلام غير الحمراء نقوم بعمليات الطرح. جيد، من الكل بمعنى 77 نطرح كمية أقلام الحمراء وهي 33، نحصل طبعا على 44 قلما. هذا فيما يخص الرياضيات. ننتقل لتصحيح تمارين ماتيماتيك. Alors, premier exercice, calcule les produits suivants et simplifiez si possible. Donc, 1 sur 4 fois 3 sur 5. Alors, 1 fois 3, 4 fois 5. 1 fois 3 égale 3 et 4 fois 5 égale 20. Bien, deuxième, 5 sur 8 fois 3 sur 4. Alors 5 fois 3, 8 fois 4. 5 fois 3 égale 15 et 8 fois 4 égale 32.
2 sur 7 fois 3 sur 5. 2 fois 3, 6 et 7 fois 5, 35. Et enfin, 4 sur 5 fois 1 sur 6 égale 4 sur 30. Égale aussi 2 sur 15. Bien. Deuxième exercice, observe ce produit. Il y a 2 sur 3 fois 3 sur 2 égale 6 sur 6 égale 1. Les fractions 2 sur 3 et 3 sur 2 sont inverse, l'une et l'inverse de l'autre. Alors, calcule les produits suivants. Donc, il y a 5 sur 2 fois 2 sur 5, c'est-à-dire 10 fois 10 égale 1. 4 sur 3 fois 3 sur 4, c'est-à-dire 12 sur 12 égale 1. 3 sur 7 fois 7 sur 3 égale 30. 5 sur 35 égale bien sûr 1. 8 sur 5 fois 5 sur 8 égale 40 sur 40 aussi 1. Troisième exercice, complète le tableau suivant. La fraction est son inverse. Alors, il y a 3 sur 4, son inverse, c'est-à-dire 4 sur 3. 2 sur 5, 5 sur 2. 7 sur 4, 4 sur 7. 5 sur 9, 9 sur 5. 2 sur 7, 7 sur 2. 3 sur 10, 10 sur 3. 13 sur 3, 3 sur 13. Alors, il y a 7. Son inverse, c'est 1 sur 7. Bravo. Il y a 3. Alors la fraction égale combien? 1 sur 3. Et 1 sur 5, c'est 5 sur 1. C'est ça. Quatrième exercice. 2 sur 3 plus 2 sur 3 égale 2 sur 3. Alors, c'est 1, 2 sur 3. Deuxième, 5, 1, 1 sur 5. 7, 1, 2 sur 7. 1, c'est le 1 sur 4, comme ça. Et le dernier exercice, 5. Alors, il y a un problème. Première chose complète. 240 fois 2 sur 3 égale 240 fois 2 sur 3. Alors, 240 fois 2 égale 490 sur 3. Alors, 490 division par 3 égale 160.
Donc, dans une école primaire de 240 élèves, les 2 sur 3 des élèves sont des demi-pensionnaires. Combien d'élèves sont-ils des demi-pensionnaires? Il y a 500 élèves. Bien. Alors, mes élèves, bon courage. À tout à l'heure.